صباح الفل، انا مي سلامه، شريك مؤسس في Creative Industry Summit. Creative Industry Summit ابتدى من 10 سنين كمؤتمر بيركز على الصناعات الابداعيه، حدثين في السنه. المؤتمر تاني صغير يوم واحد اسمه رمضان اديشن، ده كان بيتكلم على اعمال رمضان، الترندز، ايه الحاجات اللي الناس حبتها، نجيب الفنانين، نجيب الممثلين، المنتجين، الكتاب، ونتكلم على الحاجات دي، نجيب الاعلانات اللي كانت قويه ونتعلم منها، نشوف الميديا ترندز وكده. وفي خلال العشر سنين دي حصل بقى ايفولوشن جامد قوي، بقينا بودي او كيان ما بيركزش بس في الصناعات الابداعيه، بيركز في الاقتصاد الابداعي ككل. احنا بنتكلم على دعايه، اعلان، فن، غنى، نتكلم على كودينج، نتكلم على ارتفيشال انتليجنس، متاحف، الاكل، اي حاجه في الدنيا دلوقتي لو ما فيهاش عامل ابداعي ما بقتش بيزنس ممكن ينجح. تاني ايفولوشن الاديشن الصغير اللي كان اسمها رمضان اديشن بقت جوائز رمضان. تالت ايفولوشن ما بقيناش بس بنجيب ناس من كل العالم والميدل ايست لمصر، احنا كمان طلعنا بره مصر وبقى عندنا very strong edition في الرياض في السعوديه. بقينا مكتب لكان لاينز، اكبر جائزه في العالم للكوميونيكيشن. طيب اول حاجه السنه دي there is less focus on global presence, more focus on regional presence. فمعانا regional speakers كتير مع Egyptian speakers. هي اتنين بس غالبا من الجلوبال سين. وده ليه؟ عشان عايزين نفتح حوار اكتر بين الناس. السنة دي theme impact beyond years. السنة دي عاملين مع البريتش كونسل وهما بيبتدوا بروجرام ليه دعوة بالcreative industries. ف we want to bring it to the market. This is one. عاملين مع الIFC around table because also in the Middle East they're focusing on developing creative industries. فعاملين around table مع الكي stakeholders. هنبتدي نشتغل على programs to develop الشركات في الحتة دي. عاملين a brand clinic مع بازارنا giving a lot of advice to young starting brands. campaign مع 10 شركات احنا و Peace Cake. 10 years, 10 companies, 10 jobs. And we're offering 10 amazing jobs in 10 companies. بنحاول على قد ما نقدر مع كل حد من الناس اللي هم جزء من الكوميونتي بتاعتنا ان احنا نطلع product او benefit يفيد الماركت بشكل ما. بالنسبة للجوائز السنة دي هي ممكن تتشاف live لان هي بس العدد بيبقى محدود وباي invitation. زودنا جوائز كتير قوي. زودنا كذا كاتيجوري. احنا بنحاول نتعلم كل سنه ونحسن ونكبر. فالسنه اللي فاتت جالنا فيدباك انه في كاتيجوريز معينه مثلا زي ارت دايركتور في التمثيليات مش موجوده، بوست برودكشن مش موجوده، زودنا كذا كاتيجوري كانت ناقصه. طلعنا الشورت ليست اكسبكتنج ان شاء الله تبقى حلوه قوي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وفيها مفاجات، انا بتفاجئ دايما، بتفاجئ في الاول بصراحه. سربرايز سربرايز، هي ما كانتش فكرتنا. الفكره لما جت لعمرو اشرف. عمرو اشرف باك ذن كان ستودنت، كان عايز يدخل الايكو سيستم بتاع الكريتيف اندستريز، وكان عايز يتعرف على الناس وعايز ينتورك وما لقاش مكان. كان باك ذن الناس بتسافر بره عشان تحضر جوائز ولا ما كانش في مكان بيجتمعوا فيه فعلا زي ما انت بتقولي في مصر. فعمرو ديسايدد انه يعمل المكان لنفسه وكان برو اكتف. شركتي نعمت سو جريت بوتنشال، قعدنا اتكلمنا مع عمرو، اتشاركنا، اشتغلنا مع بعض، كبرنا الموضوع مع بعض. 5 years down the line عمرو قرر انه عايز يغير كارير. كملت انا ونعمات. احنا ما كناش مركزين ان احنا بنتم 10 سنين، حد اللي قال لنا. احنا كنا مدعوكين في الشغل وكان عندنا ميتنج مع مريهان. لقيت وانا بعمل ريسيرش، لقيت يا جماعه انتوا السنه الجايه هتتموا 10 سنين. قلنا لها ايه ده؟ يعني هتتموا 10 سنين يا مريهان؟ ايه اللي اتغير؟ اي ثينك كل حاجه حوالينا اتغيرت. البيزنس هاز ايفولفد، احنا وي ايفولفد، البراند ايفولفد من صناعات ابداعيه لاقتصاد ابداعي. ريكوجنايزد باي اليورو ميديترينيان ان احنا وان اوف ذا موست كريتيف بزنسز في الميدل ايست، الحمد لله. كلنا اتغيرنا. هاويفر اول امبارح كنا واقفين في المكتب مع الفيديو اديتور بنبص على ماتيريال من 2014. سربرايزنجلي والله من 2014 في حاجات كانت بتتقال على المسرح لسه ريليفنت، ليها دعوه بالميديا والاد بلوكينج. في حاجات ثانيه بقينا لايت ييرز اواي. عمري ما بحس وي ميد ات تو بي اونست. اقول لك حاجه بصراحه، لو عمرنا حسينا ان ذس از ات وي ميد ات هنخسر. بحس ان انا اول ما افرح بنفسي ربنا بيديني قلم كده على وشي يفوقني يقول لي لا ارجعي لاصلك. ممكن اكون برضه بنبسط بحمد ربنا، بس اللي انا ولا نعمات بنحس ذس از ات. اي ريمبر كنت انا ونعمات واقفين، الحمد لله كانت حلوه جدا وكانت اول مره نكبر فعلا احساس الفستيفال. مش تيبيكال في اوتيل وقاعه، كنا واخدين اوت دور مع اندور، فكنا ابتدينا نحقق شويه احلامنا عشان احنا عندنا شويه احلام كبيره. كنا كالعاده مش راضيين فواقفين كده على جنب بنتكلم مع بعض. فجه هشام عفيفي بيقول لي انه برافو وكده، فقلت له شكرا يا هشام. قال لي شكلكم مش مبسوط. قال لي ما انتوا من اشطر الناس اللي انا اعرفها، انتوا ليه مش مبسوطين؟
قلت له لا عادي بس يعني الحمد لله. قال لي لا شوفوا الحلو جنب الوحش. يعني انا اي ريمبر الموضوع ده كويس. بنحاول نشوف الحلو بس دايما بنبقى شويه كريتيكال زياده. نو ذس از ات بات ذيرز good moments. يعني الحمد لله السعودية was a great success. 3 سنين اللي فاتوا ما نقلنا في مصر ايطاليا بقينا قادرين نجيب الفستيفال فيلينج اللي احنا عايزينه. الاحلام الكتير اللي عندنا ابتدينا نحس ان احنا قادرين نعملها. انا growing up ما كنتش بحس بالchallenges because I'm a woman بس in recent years شفتها. however I think انه الستات by default they thrive في المعافرة. فلما بتيجي حاجة تقف قدامنا بنعند وبنعملها وبنعملها حلوة قوي الحمد لله. بس الحلو لما حد بيشوف انه you cannot do it ويجي يقولك برافو. انا I think انه الستات to an extent برضو احنا our own worst enemy لان احنا على طول شايفين ان احنا مقصرين. لما كنت كسبت في سنة جايزتين ورا بعض كبار قوي والاثنين كان اول مرة حد من الميدل ايست يكسبها. واحدة منهم كنت بحلم بيها والنو وين يكسبها. فلما الناس كانت بتبارك لي كنت بتكسف ثانك يو واسكت بس من جوه انا مبسوطه جدا. فمره لقيت نفسي اقول لا على فكره هو انا مبسوطه وانا براود واي ويل بي براود مش هتكسف. وان ساعتها استوعبت ان ما حدش فينا بيتقال له شكرا. في ست بيتقال لها شكرا لما بتتقال بس it wasn't just me. والله مش لوحدي خالص ما بنعرفش بنت او ست او اي يعني فيميل ولاقيها بترد كده ولها اونت تقول لي ولا اتس اوكي اتس اوكي تو اونت. مش هيبقى شكلك مغرور مش هيبقى شكلك غلسه. اونت اند سي يس اي ديد be proud. فكره the perfect employee ودي بقى اولاد وبنات ودول انا بقى واخدهم على افهمها على قلبي كده وحطهم على كتفي وماشيه بيهم. دايما اقول لهم my favorite part in my career was when I was an employee. يعني طول عمري كنت بتعامل ان الشركه شركتي always very proud ان انا employee شاطره بتعامل بيها الاكزامبل. الكالتشر بقت كمان too much entrepreneurship business ownership. يا جماعه على فكره الامبلويي الكويس اهم من اي حاجه خالص. we don't all have to be business owners. God knows I didn't want to be one. هي المشكلة في الجنريشن الجديدة ان هم اصلا مش عايزين full time jobs. Well, to be honest they might change the way work happens. ف I'm not gonna say we fight it or not. الصغيرين عايزين drive. هم برضو يعني اتعذبوا كتير. الصغيرين دول ما شافوش غير ثورة وكوفيد وديفاليويشن. ما لحقوش يشوفوا حاجة تانية. و I've seen ناس صغيرة مش interested بس اول ما بيلاقوا اللي هم بيحبوه there's a shift. فأنا I think مع الجنريشن الجديدة we need to do one of two. لو هيشتغلوا full time نعرف نستغلهم صح. العيال الصغيرة مش عارفة هي عايزة ايه لسه. This generation reads a lot and they're very informed. If we explain to them انه fine be Mark Zuckerberg بس محتاج تتعلم عشان تبقى Mark Zuckerberg لان مش كل بني ادم ينفع يبدا بزنس ويبقى اعظم واحد في الدنيا. they will listen لو لقى value لو لقى end goal. I think احنا في جزء علينا وجزء عليه. We need to work out how we deal with them and they need to be able to listen to us. في المكتب كده ببص حواليا بنتين ماسكين البروجرامينج. They're very young. In 2 years ولا in 1 year عملوا كتير. I was so proud. انا فرحانة بيكوا فرحة. انا مش حاطة ايدي في حاجة. فانت في ناس كويس بس يبقوا driven. هي كانت في حتة قبل كده ما كانتش مبسوطة. مش ان احنا احسن مكان. هي بس لقيت الشغلانة اللي هي مبسوطة فيها. It's a two-way conversation. I think proud moments are many. لما حد يجي يقول لك ان هو he landed a job because of حاجة تعلمها في Creative Summit. او ان حد عارف يجيب interview مع CEO قبله في Creative Summit. حد لقى investor وتعرفوا على بعض في Creative Summit. لما بتقي ماشية وشايفة الناس مبسوطة. وسمع الناس بتتكلم بتبقي حاسة انه تمام انا تمام. التعب كله تمام. بتغيري فكرة حد ما كانش جه مصر قبل كده وجاي يتكلم وراجع بيشعر عن قوة البيزنس في مصر. لما كان لاينز بييجوا يحضروا اللي هو اكبر فيستيفال بتاع كرياتيفيتي في العالم وي كومبير اس تو كان لاينز. براود مومنت لما خلقنا البريدج بين مصر والسعوديه في الكرياتيف اندستريز. بصراحه احلى حاجه كان ان التاني كان سعودي جدا زي ما ده مصري جدا. كنا بنقول للناس وي ار فاسيليتيتورز وي ار نوت سعودي. فانا مش هقدر اقول لك اني هعمل لك اديشن سعودي. اي نيد ذا سعودي بيبل تو ميك ات. في اكونت على الانستغرام اسمه عاجل من الايجنسي. تاني يوم قمه الابداع واحنا في السعوديه حط بوست عاجل من الايجنسي الرياض كلها في قمه الابداع. براود مومنت لما حطينا الابله وصوفيا على المسرح قصاد بعض. لما محمد رمضان سبيسيفيكلي جه اتكلم لان كل الناس كانت مهاجمانا في الموضوع ده. And we wanted him because not because he's a pop star not because he's an A-lister but because he is someone عمل بجد قصه كفاح مرعبه وعمل براند. يعني بني ادم كان very strategic وهو بيبني مستقبله فكلنا لازم نتعلم منه. فبعد المومنت لما محمد رمضان خلص واحنا كان
كم النقد اللي علينا قبلها، والمسرح مليان والناس كلها بتسقف جامد وبيقولوا لنا فهمنا ليه انتوا جبتوه. And he was amazing. This was a proud moment. ببقى proud من نعمات. لو بتقعد تشرح لي هتعمل ايه وهتعمل ايه experiences مش فاهمه اي حاجه خالص لان هي الست بتاعت الايفنتس جدا وانا بتاعت الكونتنت والماركتنج جدا. And then I step into the venue and I start seeing كل حاجه قالتها لي. ببقى super proud of her صراحه. We've established some sort of a culture كده في Creative Summit وكل الناس بتمنجل. احنا مش بنخبي الفي اي بيز ومش بنخبي سبيكرز ومش بنخبي، الناس كلها بتمنجل مع بعض. ستيب 1 السبيس موجود وسيمبل والناس كلها كومفورتبل. بريبير يور سيلف. وات اي دو از بذاكر قوي، بذاكر انا رايحه فين، بذاكر مين هيتكلم امتى، بذاكر كمان مين الشخص وعمل ايه وكل حاجه عشان اشوف مين هيفيدني ومين هحتاجه ولما ادخله ادخله من ايه. اللف والدوران بتخسر اللي قدامك، الاتنشن بتروح، بيتقفل، يا اما بيبقى محتاج يمشي. ذاكر، ادخل في الموضوع، be polite and straightforward. لو هنتكلم على sustainability ونعمات واخدة الموضوع ده على عاتقها اكتر مني بصراحة، احنا وناس اللي ابتدينا من السنة اللي فاتت الجيرني بتاعت trying to، وان شاء الله هنبقى اول event في مصر fully sustainable. بنبص على كل حاجة، حتى بنبص على الايميشن، مش ناجحين في الحتة دي طبعا، وان احنا نقلل الناس تيجي بعربيات اقل مع بعض لسه ما نجحناش في ده، بس بنبص على كل حاجة جوه how can we control it. فالسنة اللي فاتت كل البانرز اللي اتطبعت اتعمل لها اعادة تدوير واتعملت باكباكس للأندر بريفيليج ستود مع بنك الكساء. كل الازايز اللي اتشربت في الفستيفال ناس اللي خدوها واعادوا تدويرها. الفود كورت حاولنا نخلي كل الفندرز يبقوا بيشتغلوا بريسايكل ماتيريالز، ما نجحناش 100%، بس ان شاء الله السنه دي ننجح 100%. وير برينجينج تو ذا لايت شركات اكتر بتشتغل في اعاده التدوير، حاطين ريسايكل فرنتشر. كان عندنا مشكله ان البادج فيه حته بلاستيك، وي فيكسس خلاص. Every year we're a step closer and we're creating pledges. We're on ground بنعمل education للموضوع ده. عارفين ان الموضوع صعب ومش سهل ان احنا كلنا نبقى 100% recycling or sustainable. فبنحاول على الاقل في البلدجز انه when we educate انت اختار pledge لحاجة واحدة وحاول تعملها. عارفة baby steps. This is an initiative احنا وناس اللي بنحاول جامد قوي فيه بقى لنا سنتين، وان شاء الله ان شاء الله مش هنسكت لما achieve it 100%. So where do I see us going? I see us, and it's been our north star من اول يوم. I see us taking the east to the west. بيجيلنا requests كتير قوي ان احنا نعمل creative summit في سبين وروسيا وكذا بلد. We like to take our time. بس احنا اهم حاجة بالنسبة لنا ان احنا هناخد middle eastern egyptian and arab talent to the west because it's our time. احنا شاطرين قوي، احنا بس ما بنعملش marketing لنفسنا صح.